6 ربحوا جوج وتعادلوا جوج ماركوا 8 وتماركوا على 18 بيت هادشي بلا جايين وما عندهم لا طياره يا والو صافي يلا صافي حنا ساعه حنا 60 هاد الوراق احيدوا اخويا نبيل شكرا هاد الوراق احيد الناس كاع ما متريني يا اخويا نبيل الفرقه ديال الدرب هي مع احتراماتي للمقامات هادشي اللي بغيتي تسمع انت ماشي باغي نسمع حقيقه هي هادي وقف لي مع فرقه مزيانه مايك علي بغيك اللي فرحان يدبر راسو يفرح جايكو بدا افريك وغادي نشوفو المتعه واه ساهله نبيل راه نشوف ما تقول لنا نتوما عندكم النعسو في العسل عاوتاني ولاو في داك التطبال الخاوي وحنا عندنا فلان وعندنا فرتلان لا لا راه ماشي ماتش اللي غنبنيو عليه ولا نقيسو راس نبيل واش نقولوا ديما احنا نبيل ونبيل تيقول خاصو ضعيف المغرب كله عرف بان الخصم اللي لعبنا معاه اليوم ضعيف ولينا عطيناه 6 مزيان مزيان عطيتي 6 وهادو منا تاع هادو مسكورات اللي بغينا ديما ملي يكونوا عندنا ملي نطيحوا مع دي زادفيرسير اللي اقل شانا وكيحتلوا الرتبه 111 وداك الشيء حنا بغينا نشوفوا مزيان دابا حنا بجوج ونجمعوهم ونميكسيوهم ونعطيهم حنا راه مزيانين حتعطيناهم 6 ولكن ماشي ماتش تبني عليه ماتش حامض شوف راه قلنا في الماتش اللي قبل راه قلنا في الماتش اللي قبل كونتر زامبيا راه قلنا لك المغرب ها مع زامبيا قلنا قالك المغرب راك تنقول لك مع شي فرق شي منتخب اخر راه لقاو مشكل كبير هادي ما تنقولوا هاد الهضره مازال خاصنا بزاف ديال الحوايج اللي نصحوهم في ليكيب ناسيونال باقي خصني ما عرفتش ولكن هادشي عاوتاني غادي يجي مع الوقت 11 ديبار واش عندنا 11 ديبار ولا ما عندناش ركراكي واش طاح على 11 ديبار ولا باقي ما طاحش انا تنقول عندي مشكل في الديفونس واش عندنا 11 ديبار دابا جلوبالمون جينيرالمون واش عندنا ديفونس كاين شويه ديال وما عمرها كانت عندنا واش هادي ديال اليوم تقدر تكون هي صافي نفيكسيو فيها هاي نقولها لك هي بونو ماشي رياض ماشي بونو صحيحة. رياض انا نعاودها لك ما عرفتي تعجبك ما صحيحاش ما عرفتي تعاود تعجبك ما صحيحاش هاد ال11 هادي اللي قاعد دوي عليها بصح ما صحيحاش نعاود نقولها لك باش انت تخيلها انت بونو انا رياض اقرد عطيت الله حكيمي مزراوي حكيمي ولا عطيت الله انا ما مقنعانيش وقفتي معايا في الديفونس ما لا لا ماشي هكاك انا مشيت لكل شيء اخويا نبيل ساليت قبل ما تسال انا ما مقنعانيش انا كنشوف انا كمغربي وكمشجع للمنتخب الوطني كنشوف راسي اقوى من هذاك الشيء كشوا ولا كل شيء طريقه اللعب في طريقه اللعب وفي لي شوا ديال الجو مازال خصنا محزن من هادشي نقدروا نكونوا حسن هكا نقدروا نكونوا مع عبتيف طوب بلاد هكا غول افريقيا اللي قلتي ديك النهار عندنا باش كاين البوتنسيال الحمد لله كاين نسبه مئويه للنجاح هذا المنتخب في كاس افريقيا كوب افريقيا في المغرب الى حدود الساعه زعما 30% شنو هو النجاح الى نتاكد ديوها ولا ديوها وي ولا وصلوا دوبي فينا شنو هو النجاح لا لا حيت كل واحد فين حط النجاح برومي تور شنو هو برومي تور نخرجوا البرومي تور لا عندنا لا عندنا لي شانس هو ان نفوتوا البرومي تور لا ما نفوتوش نيت زعما شنو راه ولا 11 قرعه مع شي بين غينيا بيساو خطاتك مع دوك الصحاح عاوتاني كدير معاهم راك شتي الكوب دافريك اللي دوزو كاين حمزه عاوتاني موزمبيق راه وحده الجزائر راه موريتانيا شوش دارت لك هنا وشوش دارت الجزائر والله يديك نبيل الكره الافريقيه راه مابقاوش المنتخبات ساليه واخا انت ساعيت شحال هضره خاويه المنتخبات سالين لا واش هذا بحال هذو اللي هضرتي اليوم دابا هادو سالين هادو كل اللي ربحاتهم غامبيا ما عرفتش شنو هما دوك السيشيل عندهم الكوكيا علاش بغيتي هذا كتسمع بزاف واش الكره في لافريك ندوي على لافريك واش سهلت ولا صعبت راه سهلت